انت عامل ليه كده؟ انا انا تمام تمام قلت لك ما تخافش يا عم فخري هياكلك والله. طب بس بصوا شكله غريب قوي. لا ما تخافش غريب. بقول لك ايه يا استاذ، انت مش مشغل العداد ده ليه؟ ده العداد. لا انا ما بحبش العداد ده خالص ولا ليا فيه. وبعدين هو هيعد ايه يعني؟ فلوس مش كل حاجه. امال هنعرف اجرتك كيف يعني؟ انت مش ملاحظه ان الفتره الاخيره حواراتك معايا بقت كلها ماديه؟ هو انا اعرفك قبل كده يا عم انت؟ انت مش راكبه معايا من الشيخ زايد لحد هنا؟ اشمعنى هنا جبت سيره الفلوس؟ ما تشوف يا عم فخري، ما تشوف البلاوي دي. ده رايك يا جدع انت؟ الله، ما تتكلم عدل، كلام رجاله. الفلوس ما بتعملش رجاله، ولا الرجاله بتعمل فلوس. انا هموت واعرف مين اللي بيعمل فلوس، بس الاهم من الفلوس هو تقدير المشاعر، الاحاسيس. زي الحيوان ده الرفرف ده بيحس. يا حيوان يا عم ما جاش جنبك. وانت حيوان يا عم ما جاش جنبك. انت هتجننا؟ ما جاش جنبك انت اللي بتحدف عليه في ايه؟ انا بكلمك في صميم شغلك يا اسطى. انت اسف، انا مش اسطى، انا اصلا مش سواق، انا موزع موسيقي وقضيت حياتي كلها في امريكا. كنت بوزع هارد روك، بيت موت غيبه فرنساويه، مشيت وغاها ورحت بغي، ما اختحتش، لفيت ورجعت. وانت لما تبقى لدك كده تبقى من بلاد بره؟ بقول لك اهدى، انا صلحت في الورشه تكوسه ياما وسمعت الحكايه دي هي جيمت مره. بقول لك ايه، خش يمين واركن على جنب نزال، خش يمين واركن على جنب ونزال، خش يمين واركن على جنب ونزال. أهو. يمين أهو. يمين يمين إيه؟ خش يمين واركن على جنب ونزال. بندي شرب سقسقلها واحده. خش يمين، شايف هناك هنا، اركن على اليمين بقى كده. هنا اركن على اليمين. اركن هنا اركن هنا اركن هنا 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 على اليمين. اركن ايوه هنا. دي هنا اركن ونزلنا هنا. اركن ونزلنا. اركن اركن ونزلنا. اركن اركن وقفت والله. خلاص طب اقول لك على حاجه بقى. اجرتك كام؟ اجرتي انا؟ ايوه انت اجرتك كام؟ اي حاجه. اي حاجه اللي هي كام يعني؟ مصرين تخلوا العلاقة بيننا مادية يا عم. هو احنا نعرفك من اساسه؟ حرام عليك، قول لنا كام وخلصنا. والله انا كنت متأكد ان انتوا هتعملوا كده. متأكد في ايه؟ اللي تجيبوه. تجيبوا يا عمي، يا عمي انت اهدى علينا وقول لي عايز كام عشان السنيوريتا الحلوة دي اللي استفتحنا بوشها النهاردة. استفتح الساعة 10 بالليل. انا بتكلم على الشيفت بتاعي. هات اي حاجة اي حاجة. طب هقولك على حاجة، انت عايز كام؟ قول يلا جاوب. ها؟ 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 خليها عليا المرة دي. قول لي عايز كام؟ أنا بقول لك أي حاجة مش عايز، طب أعمل لك إيه؟ بقول لك خليها عليا برضو مش عاجب. إيه ده؟ إيه ده؟ خد أي حاجة. إيه ده؟ خد إيه أي حاجة. إيه ده؟ خد أي حاجة. انزلي. انزلي، ده أنت يومك أسود. أنا؟ انزلي. انزلي، كانت ركوبة بنيلة. يعني مش هتدفعوا؟ مش دافع حاجة، انزلي. عشان تعرفوا إن أنا أجدع منكم. بلا جدع بلا نيلة عليك وعلى دماغك. تعالي، تعالي يا بنتي اركبي. دي كانت ركوبة محببة. اركبي. اركب فين؟ اركبي فين؟ اركبي هنا. اهدى، ولما انت معاك، لما انت معاك العربية الحلوة دي سيبنا نتمرمط في التكاسة ليه؟ نتمرمط ايه ولا حاجة، ده احنا حظنا اسود نتكلم مع الراجل ده. انا كل الحكاية ان انا ما لقيتش ركنة عند المول، قلت اركنها في اقرب مكان. اقرب مكان؟ اه. مسافرين اليونان وتقول لي اقرب مكان؟ ايوه اركبي. خش يلا يلا هنموت من البرد والله. خش بسرعه هنموت. خش، كانت ركوبه سودا معاك. يا رب الهي تتحرق. الو ايه في ايه؟ ايه حماتي ماتت؟ لا طبعا، بعيط 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 بضحك انا بصرخ.